بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وقفنا أيها الإخوة عند الكتاب الثالث من العربية بين يديك، ووقفنا تحديدا عند صفحة 11، وكذلك عند النص المتعلق بهذه الصفحة، وذلك في صفحة 388. ووقفنا تحديدا عند كلمة الرفيعة، ولا شك أن هذه المنزلة الرفيعة في منتصف الصفحة تقريبا قبل الفقرة الأخيرة. And there is no doubt that this high position التي that منحها الإسلام للعلم حفزت المسلمين بأمر وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم طلبا موصولا دائما. ما معنى منح أيها الإخوة؟ ما معنى منح أيها الإخوة؟ منح أيها الإخوة من منح يمنح، منح يمنح، امنح منحا، فهو مانح واسم المفعول ممنوح. إذن منح is to grant or to give. Okay, to grant or to give something is منح. So I gave him a prize, منحته جائزة. I gave him, I granted or gave him a present, منحته هدية. منحني, he gave me a prize, منحني هدية, جائزة, عفوا. سأمنحه جائزة, I will give him a prize, okay? So منح يمنح, امنح منحا. فهو مانح, that's the grantor, the giver, وممنوح is that what you give, اسم المفعول. هناك كلمة أخرى, there's another word in Arabic, it's called منحة. What's منحة أيها الإخوة؟ ما معنى منحة؟ منحة ميم نون, ميم نون حاء مربوطة. منحة I just mention it, أذكر ذلك من باب الفائدة, just for فائدة, for the benefit. منحة is a scholarship. منحة is a scholarship what the student receives. والجمع منح بثلاثة أحرف with three letters, ميم نون حاء, منح. And there might be a kind of link between بين كلمتي, قد تكون هناك علاقة بين كلمة منحة, منحة, والفعل. There might be a connection between منحة and the فعل granting, منح يمنح. كذلك أيها الإخوة, قد انتهينا الآن من هذه الكلمة, وننتقل إلى الكلمة القادمة, نعم, وهي نعم التي منحها الإسلام للعلم, that the Islam I don't know if you can say granted or gave to the knowledge, والله أعلم, I'm not sure the exactly translation here. حفزت المسلمين بأمر وتشجيع. ما معنى حفز أيها الإخوة؟ ما معنى حفز يحفز؟ حفز is to encourage. حفز is to encourage. وهناك كلمة أخرى مرادفة, and that is how to say to encourage, حث, حث,
حثة with three letters with three dots ومشددة حثة يحث حث هو فعل الأمر حثا فهو حاث نعم encourager إذن وكذلك هناك كلمة أخرى مرادفة ستمر بنا قريبا we will come very soon through it وهي كلمة شجع شين جيم مشددة عين so شين جيم مشددة وتشدد عين شجع يشجع is to encourage as well شجع encourage فعل أمر تشجيعا encouraging فهو مشجع واسم المفعول مشجع encourager and اسم المفعول مشجع إذن أيها الإخوة حفز is to encourage حفز يحفز حفزا فهو حافز encourager واسم المفعول محفوز وكل هذه الكلمات الثلاثة كلها all of these three words حث وشجع وحفز كلها تأتي بعلى all of them comes with على حرف جر على so حفز على حفظ القرآن he encouraged to memorize the Quran حفز على طلب العلم شجع على طلب العلم حث على طلب العلم meaning all of them mean he encouraged to seek knowledge حفز على الحفظ حفز على بر الوالدين to be good with the parents so go all with على okay حث على الصلوات نعم إذن أيها الإخوة نعم إذن انتهينا من هذه الكلمة كذلك حفزت المسلمين it encouraged the Muslims بأمر وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم so somebody might say where is the Allah here the Allah will come now إذن حفزت المسلمين بأمر وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم it encouraged what على طلب العلم to seek knowledge so you have to come with the على إذن أمر أيها الإخوة أمر له أكثر من معنى أمر is an issue هذا أمر مهم this is an important issue an important affair important case إذن أمر is an issue okay والجمع أمور بهمزة القطع في أول الجمع أمور وأمر كذلك is an order يعني you order أمرته بالصلاة ordered him with praying أمر goes with be normally when it means order أمر أمرتك be I ordered you with يعني with doing this or that أمرتك بالكتابة I ordered you to write so it's an order or command وجمعه الجمع يختلف الجمع هنا يختلف the plural is different here because جمع أمر is أوامر commands orders is أوامر ممنوع من الصرف همزة القطع في أول الجمع أوامر همزة القطع واو ألف ميم مكسورة راء مضمومة بعد ذلك أيها الإخوة بأمر وتشجيع كما ترون هير تشجيع from شجع يشجع تشجيعا encouraging من from رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رسول the plural of رسول what's messenger is رسول ثلاثة أحرف رسول راسين لام صلى الله عليه وسلم على طلب العلم طلبا to seek knowledge طلبا موصولا دائما طلبا موصولا دائما ما معنى موصولا is to seek knowledge as seeking طلبا is seeking what is موصولا دائما we know دائما is always okay so على طلب العلم okay
So this تشجيع from the Messenger صلى الله عليه وسلم to seek knowledge طلبا موصولا دائما. What means طلبا? Seeking what is دائما always, and موصولا it means موصولا means connected. موصولا means connected or linked. Okay. We have two main meanings. هناك معنيان رئيسيان. هناك معنيان رئيسيان لوصلة. We have two main meanings of وصلة. Or there are two or more important meanings of وصلة. First of all, when أولا إذا اقترنت بإلى. When it is, comes with إلى. اقترنت بإلى. When it comes with إلى. مثلا وصل إلى. He reached or arrived. وصل إلى البيت. He arrived at home. So وصل يصل. متى ستصل? When will you arrive? متى ستصل? وصلت قبل قليل. I arrived just a bit ago. وصلت. It's not always with إلى. So وصلت من. I arrived from. Okay. So وصل is to arrive. And يعني سأصل بعد قليل. I will reach or نعم I will arrive after a bit إن شاء الله. So that's the first meaning. المعنى الثاني وصل is to connect. Okay. So وصل is to connect or to link something. Okay. You have a wire, silicon. It's called silicon. سين لام كاف جمعه أسلاك بهمزة القطع وصل الأسلاك. He linked and connected the wires. وصل يصل. Okay. Is to link or to connect. إذن وصل يصل صل 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 وصولا and صلة as well as far as I remember. إذن أيها الإخوة وصل is to connect as well. نعم. طيب. والله أعلم. وصولا صلة والله أعلم. هناك مصدران فيما أظن. بعد ذلك أيها الإخوة نعم دائما means always and it's always with two فتحة دائما. دائما is always written دائما like that with two فتحة. Normally it comes with two فتحة. نعم نعم I think it's always with two فتحة والله أعلم. It's always with two فتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه. When كان comes with a present tense verb, it means used to. So جلس هنا, he sat here. It might be one time, but كان يجلس هنا, كان with present tense verb, كان which يجلس, it shows continuation more than once. Okay, he used to. In English, the best translate is used to. كان يأكل هنا. If you say he ate here, أكل هنا. Maybe one time. But if you say كان يأكل هنا, he used to eat here. يعني frequently. So used to, you use كان with a present tense verb. And it's very beneficial to know in the Arabic language. Okay. You say سعيد, he prayed in this masjid. سعيد صلى في هذا المسجد. صلى past tense verb. He past tense. صلى سعيد هنا. But he used to pray here. يعني not only once. He used to pray. He used to go like it was his masjid where he used to go. كان سعيد يصلي هنا. كان سعيد يصلي هنا. He used to pray here. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه. يعني it's not one time. Prophet صلى الله عليه وسلم وجمع نبي أنبياء بهمزة القطع. نبي is prophet وجمعه أنبياء.
بهمزة القطع في أول الجمع والهمزة على السطر في آخر الجمع، وهو ممنوع من الصرف. Just one ضمة. أنبياء صلى الله عليه وسلم يجتمع. اجتمع يجتمع. اجتمع اجتماعا is to gather. The messenger, the prophet صلى الله عليه وسلم used to gather. Be means with, وهو حرف جر. بأصحابه with his companions. Okay. صحابي is one companion بالشد على الياء. صحابي و صحابة هو الجمع بالتاء المربوطة في آخر الجمع وهمزة القطع في أول الجمع. وأصحاب is also another جمع، وهو الذي معنا الآن. أصحاب من همزة القطع وب بتنوين أصحاب. نعم. صحابة and أصحاب are two plurals of صحابي. وصحابية بالتاء المربوطة والشدة قبلها على الياء. والجمع صحابيات ألف تاء مفتوحة. This for the female companions. نعم. في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. They used to gather. The Prophet used to gather with his companions in the house. دار is house. عندنا ثلاث كلمات. We have three words for house. And that is وهي دار بيت منزل. Both me, all of these three means house. بيت والجمع بيوت. با يا واو تا مفتوحة. بيوت ومنزل. منازل ظا لام في آخر الجمع وهو ممنوع من الصرف. Just one ضمة. منازل. ودار دور يعني دار is house والجمع دور دال واو را بالتنوين. دور. The house of who. دار is مضاف. It has a kasra because it's اسم مجرور. Because فيس حرف جر. دار is اسم مجرور and it's مضاف at the same time. الأرقمي ابن أبي الأرقم is one of the companions رضي الله عنه who became Muslim at the very beginning beginning of the da'wah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He was in the beginning of the da'wah that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to gather with his companions in the house of what's the name of the companion. الأرقم ابن أبي الأرقم. In the house of, they used to gather in the house of الأرقم ابن أبي الأرقم. And some just say دار الأرقم, the house of الأرقم. يعني they know that الأرقم is who. He is ابن أبي الأرقم. So he said الأرقم the son of أبو الأرقم. Okay. الأرقم the son of ابن, the son of أبو الأرقم. يعني it's the kunya. What is أبو? When you find the أبو or أمو, it means كنية. It's like a nickname. كنية. Why did they gather there? All of you know the situation of the Muslims in the beginning. How they were persecuted. How they used to, many used to hide for their safety. And they used to chase them. And they used to harm them. And some of them were killed, as you know. And this is in the beginning of the da'wah. So they used to come to that house. They used to gather to that in that house. Of al-Arqam, ibn Abi al-Arqam. يقرئهم القرآن. What did they do? يقرئهم القرآن. يقرئ هذا فعل مضارع. ما هو الماضي أيها الإخوة؟ أقرأ يقرئ. أقرأ يقرئ. نعم أيها الإخوة. نعم أقرأ بهمزة القطع في أول الماضي وهمزة همزة القطع على الألف الممدودة في آخر الماضي كذلك. So الماضي أقرأ.
يقرئ بالهمزة على الألف المقصورة في المضارع يقرئ أقرأ يقرئ إقراء بهمزة القطع في أول المصدر وهمزة على السطر في آخر المصدر. إقراء. نعم، ما معنى أقرأ؟ أقرأ جعله يقرأ. أقرأه he made him read. Okay. أقرأ يقرأ to make people read. قل له 9 دقائق إن شاء الله. أنا أسجل درسا. قل له 9 دقائق ونذهب إلى المسجد مع بعض إن شاء الله. إذن أيها الإخوة، أقرأ يقرأ إقراء is to make somebody read. أقرأت الطالب I made the student read. Okay. أقرئهم يعني I make them read. إذن أيها الأخ أيها الإخوة، نعم، يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. يفقههم في الدين من فقه بشدة على القاف، فقه يفقه تفقيها، فهو نعم فهو مفقه، واسم المفعول مفقه. فقه is to make somebody understand. Okay, and in this situation, in the religion, and فقه comes with fi. Okay, فقه مثل فهم. To make somebody understand. يعني الكلمة المرادفة أو الفعل المرادف is فهم. فهم يفهم. To make somebody understand. To make somebody understand. فقه يفقه تفقيها. مثل فهم يفهم تفهيما. Okay. To make somebody understand. So الفقه is the understanding. Okay. من يريد الله به خيرا. The Prophet صلى الله عليه وسلم said من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. If Allah wants good with somebody, he gives him understanding in the religion, in the deen. This is authentic hadith. In hadith in Bukhari or Muslim, in hadith of Muawiyah radiallahu anhu, in Bukhari or Muslim, Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah mentioned, if there was nothing in encouraging seeking the knowledge except this hadith, it will be enough. And it will be enough for a person to seek knowledge just by hearing this hadith. If there was no hadith, no ayat, in encouraging seeking knowledge except that hadith that I just mentioned now. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. So if Allah wants good with somebody, he gives him الفقه في الدين. What's الفقه? الفقه is understanding. Okay. فقه means understanding. And later on, the ulama, they made الفقه, they gave the word al-fiqh the definition of Islamic jurisprudence, al-fiqh. So if you say I study al-fiqh today, then the people know al-fiqh is all that has to do with the limbs, as I mentioned before, like the rulings of prayer. Zakat is also fiqh because you give it with your hands normally. Jihad is part of al-fiqh. Al-hajj also with the limbs is also fiqh. Dealing, buying, selling is also fiqh. Marriage is also fiqh. Aqidah is not fiqh. Aqidah is not fiqh. So fiqh is all that has to do with the limbs. Okay, my brothers? In Islam, al-adan, al-wudu.
الغسل is all in the books of the fiqh. So fiqh is the those practical things what normally the limbs are involved in that is called fiqh. But fiqh is it means and it meant in the past and it still means understanding. Okay, al-fiqh is the understanding, and no doubt that the greatest fiqh is al-aqidah. The greatest fiqh in the deen is al-aqidah, and that's why it's been mentioned that Sheikh Fawzan has a book or a leaflet, a booklet, afwan, called al-fiqh al-akbaru, the great al-fiqh. Yani it's the aqidah and the tawheed, and it's a book claimed to be of Abu Hanifa rahimahullah, called al-fiqh al-akbaru, about the creed or the tawheed, wallahu a'lam. But some have said that the book is not of Abu Hanifa. Some said yes, some said no. There's a lot of dispute between the scholars, and not between the laymen I'm talking about, between the people before my time that spoke about if that book is of Abu Hanifa or not. But anyway, al-fiqh means understanding. That's why you find in the Quran, Ya Shu'aybu, in the Quran, Ya Shu'aybu, I'm not sure, I have to check the ayah. So you know by listening to this ayah that faqiha, نعم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. They said, O Shu'aib, we do not understand much of what you say. يا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. We don't understand much of what you say. Okay. وإنا لنراك فينا ضعيفا. And we see you a weak. Okay. Amongst us. SubhanAllah. So you see how they used to deal with the prophets when they came with the truth to them. They just, out of arrogance, they said that they don't understand a lot of what they used to say. Naam. And also, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Okay, it's nothing except that it does a tasbih bihamdih, but you don't understand their tasbih. Okay, we don't understand the tasbih of the things that do tasbih, and we don't understand the tasbih of those things that do, that glorify and do tasbih to Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, wallahu a'lam. So, we have to differentiate between two things. لابد أن نفرق بين أمرين. فقه يفقه تفقيها. Okay. It's like فهم يفهم تفهيما. It's to make somebody understand. But now we go to you understand. Not you make somebody understand. You make somebody understand is فعل متعد. الآن نذهب إلى الفعل اللازم. The فعل اللازم is that you yourself understand and you don't need a مفعول به. And you don't need a third party. And that is, فقه يفقه. أنا أفقه هذه المسألة. I understand this issue. So now we have another verb that is فقه يفقه. إفقه, what means understand, comment. فقها, understanding. Like فهم, he understood. يفهم, إفهم, فهما. فهو فاهم, he's understander. And مفهوم, is that what you understand? Okay, so أفقه كلامك مثل أفهم كلامك. I understand your كلام. So this is the difference between them two. إذن أيها الإخوة, ويفقههم في الدين. And like I mentioned, it goes with fee
فقه يفقه. نعم. إذا أيها الإخوة نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.